العلاج الإسلامي. هناك شروط يجب توفرها في كل عمل إسلامي يحاول علاج المشكلة الإسلامية، وهي: أولاً، أن يكون علاجاً فعلياً تجريبياً لا علاجاً مغرقاً في المثالية. ثانياً، أن يكون علاجاً منبثقاً من صميم الإسلام بوحيه وأساليبه. ثالثاً، أن تتوفر لديه الضمانات التي تكفل للإنسانية صدقه وصوابه. رابعاً، أن تتوفر المصادقة الشرعية على كافة مرافقه. خامساً، إسلامية الفلسفة التي تستقى منها العلاجات.